وبالنسبة ان شي ناس انتقدوا في البرنامج قالوا بلي انني ما قلتش داكشي هذا كامل وشحال من حاجة، حيتاش فهمتوني يا خوت انا ما بغيتش نذكر الاسماء، ويعني بمجرد انني تكلمت معروف الاشخاص اللي كنقصدهم وداكشي هذاك، وباقي عندي بزاف ما يفيد في هاد الناس هادو اللي كيضحكوا على الناس وشحال من حاجة. حسيتي بالذنب وانك ضامن؟ راه كنقصد بنادم انا وماشي حوايج عندي بي... البنات شوفوا الجلابه كي جات عليكم هاد الجلابه مستوره ياكو هادشي هذا اللي ربك شو هذا. انا نقول لك شنو، دابا هاد الناس هادو دايرين جروب فهمتيني اللي كي اللي فيه واحد سبعه ديال الناس ولا ثمانيه فهمتوا، يعني كي يتفقوا في بري اخي عام قعده قداش يا كيفاش الله يلعن باباك الوالدي بيبي، باش انهم يعني هذا كينوض يعاير عاوتاني كدوز واحد شويه اخر كيطلع فيديو من اجل ربح المال ديال ادسنس لا غير. المشكل فيهم هما الهدف ديالهم هما الفلوس فهمتك، هاد الفكره ديالهم هما هادو راه شياطين، هادو راه خطار، هادو راه عندهم شي افكار اللي عندهم واحد العقل اللي يقدروا يسيروا به. بغيت نقول واحد هادو افكار ديال المجاعه ديال القحط اللي دوزوا في الماضي فهمتيني، مع الماضي راه كانت فقر ماشي عيب، حقاش الله ذاك الرسول عليه الصلاه والسلام نعم انها المخدرات وتزاد فقير ومات فقير، ولكن ذاك القحط اللي دوزه في حياتهم هما اللي علمهم القوالب وعلمهم كيفاش يضحكوا على عباد الله. مي دابا من الاول داير اليوتيوب واكا دوك القوالب اللي كانوا كيديروا في الواقع فاش كارد بنادم هذا كريزي مان طبقوهم على السوشيال ميديا. قال واخا ماشي مشكل، وانا نقول لكم واحد السكوب اللي هو حصري جدا اللي صراحه اللي غيفرح بزاف ديال الناس، ان القيده غيتا خارج اسوار السجن. يلا تطلق الصراح ديالها من دابا واحد 10 ديال الدقائق. فهمتوا؟بشي كايدي اللي دار رضا الله نجي عير ليا بنتي تدي علينا بنتك شو الفرحه ديالي دابا حاليا انا فرحان علاش خروج ديال القيده غير انت واش دابا انت فين غادي بها فين غادي بها الغابه انت حلوف بيتحملها في الغابه واش انت حمق اليوم نحمل صافي صافي صافي